امبارح كان في مؤتمر صحفي المنتخب مصر اتكلم فيه طبعا كيروش، وكمان اتكلم فيه لاعبنا عمرو السوليه لاعب خط وسط منتخب مصر، اللي قال ان احنا فكره ان احنا بنخوض كاس العرب دي حاجه مهمه جدا، لان هي بتمثل خير استعداد واعداد لمنافسات كاس افريقيا 2021. خلينا نشوف جانب من تصريحات السوليه ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. بطوله طبعا يعني يعتبر التجربه كويسه قبل بطوله افريقيا، هتبقى يعني مباريات كويسة لنا كمنتخب مصر ان احنا نعد نفسنا كويس للبطولة. جايين طبعا ان شاء الله وعندنا طموح واللعيبة كلها مركزة ان احنا ان شاء الله نوصل لأبعد مدى في البطولة ونرجع بالبطولة ان شاء الله. اللعيبة كلها في مجموعة لعيبة جديدة موجودين، ان شاء الله يبقى ليهم دور ويكونوا موجودين مع منتخب مصر، ان شاء الله نقدر نحقق اللي احنا عايزينه من بدايه مباراه بكره ان شاء الله. اللعيبه اللي موجوده في اوروبا طبعا اسماء كبيره ويعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عليهم وعلى تاثيرهم مع منتخب مصر. كنا نتمنى طبعا ان هم يكونوا موجودين، بس يعني المجموعه اللي موجوده من اللعيبه مجموعه لعيبه كويسه عندهم طموح عايزين يحققوا حاجه مع منتخب مصر، عايزين يثبتوا نفسهم، فدي فرصه كويسه ليهم والمجموعه كلها ان احنا نعمل حاجه في البطوله. زي ما قلت لك اللعيبه كلها مركزه وعندنا هدف واحد ان احنا ان شاء الله نرجع بالبطوله. الموضوع هيبقى يعني في لعيبه كتير ما لعبتش قدام جمهور. طيب دي كانت او ده كان جزء من المؤتمر الصحفي الخاص بالسوليه. خليني برضو كريم اروح سريعا مع حضراتكم لكيروش، لان كيروش برضو قال كلام امبارح يعني محترم بصراحه، هو اكد على هذا الكلام يعني قال انا على كافه استعداد لبطوله كاس العرب مؤكدا على احترامي لكل المنتخبات المشاركه في البطوله، قال كده تحديدا نحترم الجميع لكن اتينا للفوز باللقب. وعن اولى لقاءات المنتخب وبيتكلم عن اول اللقاءات يعني لبنان، قال اعرف المنتخب اللبناني جيدا واحترمه كثيرا لكني قمت بتجهيز كافه اللاعبين بشكل جيد خلال الايام الماضيه لتحقيق الفوز في المباراه الافتتاحيه وتحقيق طموح الجماهير المصريه بحصد اللقب. انا عاجبني جدا الثقه اللي هو بيتكلم بيها على فكره، وفكره ان هو يقولها صراحه كده احنا جينا علشان يعني نفوز باللقب، ده شيء لحد ما بيدي طمانينه لينا يعني كجماهير، لكن احنا عايزين الكلام ده ينعكس طبعا على الارض، ولكن يعني حاجه برضو زي ما بيتقال كده بدايه كويسه او تصريحات كويسه جدا. هتبقى احلى واحلى لو الصوره تكتمل بان احنا نشوف انعكاس للكلام الحلو الموزون ده على ارض الملعب، ونشوف اداء مرضي ونشوف نتيجه مرضيه ونشوف ما يطمئن الجماهير اللي كتير منها كان حاطط ايده على قلبه الفتره اللي فاتت باختصار. بس عارف يعني كنا نسمع بعض التصريحات المختلفه قبل كده يقول لك ايه هنعمل اللي علينا، هنبذل اقصى ما عندنا، التوفيق من عند ربنا طبعا، ولكن الفكره في كلام كل حاجه من عند ربنا طبعا، لكن فكره الثقه في الكلام احنا جينا عشان نفوز باللقب، ما فيش اوبشن، ما بنتكلمش في تمثيل مشرف ولا بنتكلم في بذل قثارة الجهد، احنا بنتكلم ان احنا جينا عشان نفوز باللقب. انا عجبني الثقه او عجبتني الثقه اللي في حديثه بصراحه. هي خوف يا هوان بدنا نرجع نسمع جمله من عينه ايه بقى؟ يكفينا شرف المشاركه. لا 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 والنبي ما تسمعهاش. لا لا ده يبقى بقى صعب قوي ده مع المنتخب المنتخب المصري. والله بتكلم عليه ده صعب قوي يا كريم، هتبقى وحشه قوي الصراحه، بس خلينا ما نفكرش بالطريقه يعني احنا بنقول للجماهير خليكم متفائلين ودعوا المنتخب نيجي احنا بحاول بحاول. لا لا بجد بص لا بجد خلينا نبقى عندنا ثقه وان شاء الله ده يحصل.